انا اتفاجئت يعني. انا قلت اول حاجه ان ده ميوتنت او جاي من الكوفيد، شكل تاني من الكوفيد. ده موجود فين التنفس المخلوي ده؟ طلع امتى؟ طيب هو التنفس المخلوي ده مش جديد، ده فيروس موجود معانا وكان دايما بيصيب لابد ان اي طفل اقل من سنتين يتم اصابته بهذا الفيروس. اوكي طيب ايه الجديد؟ ايه سبب الضجة اللي حصلها دي؟ طبعا احنا لازم نبقى عارفين ان الفيروس ده فيه هو متحور وبيتحور داخل جسم الانسان، يعني بمعنى صح ممكن يتغير داخل جسم الانسان. طيب هل الفيروس ده بمعنى صح هو هو كورونا او نفس السبيشيز بتاعت الكورونا، نفس النوع، هو في نفس الاعراض المسببه البرد والانفلونزا؟ نفس الاعراض بالظبط. ولكن احنا عايزين نقول في نقطه مهمه جدا جدا بالنسبه للفيروس ده. لابد ان احنا نقسم المريض بتاعنا واحنا بنتكلم مع بعض، المريض واقف تحت انهي كاتيجوري، تحت انهي تصنيف. هل احنا بنتكلم على الوقايه؟ هل احنا بنتكلم على فتره العدوى؟ هل احنا بنتكلم على ما بعد العدوى؟ طيب في كلتا الاحوال كل حاله من دول وليها تفكير. حضرتك قلتي فعلا ان المريض لما بيجي بيشتكي من انسداد في الانف، عدم قدره على التنفس، ساعات بيبقى فيه برد او رشح او سعله، او فيه معانا حكه في الزور، بعد كده بيبدا ينزل على الجهاز التنفسي السفلي ويبدا يحصل كحه شديده وخلافه. طيب انا اامن نفسي ازاي من القصه دي؟ لابد عشان اقدر اامن نفسي من هذا الفيروس، لابد رقم واحد النظافه الشخصيه، يعني نرجع زي ما كنا وقت كورونا، نرجع للكمامات، نرجع للتباعد الاجتماعي، نرجع لنظافه الايدين، كل الكلام ده كله هو فيروس بيموت زي ما الكوفيد بالظبط بيموت عن طريق استخدام المنظفات والحاجات الهايجين او السيلف هايجين اللي احنا واخدين عليها زي الكحول وخلافه. طيب ده رقم واحد. رقم اول حاجه نرجع تاني للحاجات اللي كنا بنعملها. لابد نرجع تاني للقصه دي. نلبس الماسكات ودايما بنعقم كل حاجه وبنعقم ايدينا.